رجعنا لكم مشاهدينا بعد الفاصل ويا فقرة وجه القمر ويا ضيفنا الجميل الوردة المبدع الفرفوش حسون بزون. الله يعزك، شلونك اخبارك؟ نورت حسون، نورت البرنامج قلب في دورك. شلونك شخبارك؟ نعمة. مش وقت بلشت؟ بلشت هسه مصعد الدرج. مش وقت بلشت بالسوشيال ميديا؟ قبل تقريبا سنتين هيك. قبل سنتين، شنو الفكرة اللي جتك خلتك تبلش؟ فكرة خلينا نسولف مالات اهني. يلا. لقيت السترة مال والدي معلقها وين؟ بالمسمار. تدري هاي السترة إذا تنترك ينحط بها كل شيء. كان والدي مريض حاط بها علاج، برغة 13، صبانة، دار نفيس، كل شيء بيها. شنو هاي؟ صيدلية على إنشائية. صيدلية على إنشائية ايه. حلوة. فصادفة اللعبة مال المنتخب. زين. نعم. اجت فكرة بأنه أنزل مقطع. طقيت الدشداشة وصعدت فوق، صعدت فوق صورت أول فيديو ما اقتنعت فيه. نعم. ما أبينك حلوة. رجعت صارت السترة بعيني. فرغت الغراب. إيه، إيش طلع من عندها؟ كل شيء. حتى بعصية صغار أتذكر. مالي 77، المهم. لبست السترة. نعم. ورحت سويت صخام. إيه؟ إحنا نسميه صخام. صماخ. المهم سويت شارب وصعد فوق. ايه. نزلت الفيديو. نزلته بس ما مفكر يعني للطش او فشي، ايش للضحك يعني، مجرد بس اونس نفسي. والله شوف يعني المقطع وصل كلها نشرته. نعم. فاكثر من مره يدخلوا لي يقولوا لي استمر استمر استمر. وقتها كانت هي لعبه المنتخب فنشرته وقلت لحد يرمي الشباب. نعم. الرمى حرام، الرمى كذا، الرمى كذا، والله وفقني بهاي، استمريت. واستمريت يعني شفت ديس لحد ما وصلت نعم محبة العالم شفت وكذا. زين، ليش سميت نفسك حسون بزون؟ ليش؟ أحب البزازين. تحب يعني علم كيف تحب البزازين سميت نفسك بهذا الاسم؟ شفت يعني العالم هم شافتنا ألعب ويا البزازين أكذبيهن مرات حتى كذا وأركض جماعتي. بس هو نفس الوزن والقافية حسون بزون. حلو. ترس ترس بالقصة بالقصة. ايش قد عمرك حسون؟ مالي 97. بعدك صغير. اي بعد. بس عمرك شكلك شوية مطيق. تقول زاجل مثوم. زين بها مجال انا اجي اقعد يمك. يلا هلا بيك تعال. يا الله نورنا اليوم حسون. يا بعد قلبي. شلونك؟ استاذ سيف الله يعزك. انت الاستاذ حبيبي، شكرا لك. اكو شخص فاقده؟ عزيز عليك؟ كلش عزيز. صديق؟ ايه. لو قريب؟ صديق واخ وعزيز كلش. زين. الله يرحمه. شنو توجه له رساله هسه انت موجود عندنا برنامجنا؟ لا احنا ما نريد نبكيك. لا ما نريد نبكيك طبعا. دموعك غاليه كلش علينا. سجاد على الوحيد كسر ظهري. الله يرحمه. الله يرحمه. لا سكت قلبيه. الله يرحمه. الله يرحمه. انا ما اريد ابكيك، انا اسف على السؤال. ودموعك غاليه جدا علينا. نطلعك من هذا المود ايه؟ اي طلعه. ترى يعني السؤال مو من عندنا، احنا من نشرنا صورتك اكيد جتنا هوايه اسئله. هذا احد الاسئله كان. فاسفين جدا. اسفين من عندك. حسون من الانسان القريب عليك ودائما تشكي له؟ دائما تسوي مشاكل، دائما ابو مشاكل يقولون. يعني صديق قريب علي؟ ايه. اوجه له تحيه طبعا. تحياتنا له. اللي هو سجاد عوده الدبي. نوجه له تحيه اكيد من قناتنا. ايه اخوي الله يحفظ صداقتكم. ايه. شنو اليوم الشيء اللي مضوجك اللي تشكي دائما، اللي تشكي من عده اللي موجود دائما ما يروح؟ الاصدقاء. الاصدقاء؟ ايه مصائل. انت ما تختار صح لو دائما اللي تشوفهم يا اخي يجيك بلسان حلو. زين. بطيبه حلوه. انه بيفكر لا للبعيد مثلا يباوع على المال يباوع على اي يفكر بس من نوبات بطشه يمشي وياي. زين اشوفه على طشه يعني مصالح. مصالح مصالح واكو بيهم دخلوا ولداري وكلوا زادي. نعم. وضربوك بالماعون. اها وكسروه بوقتها كان فرفوري هذا الاصلي وحبيت اوجه لهم رساله. مالت شريب مو؟ خلني مالت شريب. شنو توجه لهم رساله الاصدقاء المصالح؟ جاي هم يخذلوني باسرع وقت. زين وباسرع يوم. وين كامرتك؟ هاي كامرتك. اقول يتمنون اطيح عن بالجبل ما اطيح مو شبزود واحد صاعد بصيتي
عرف الماضي كله وكاظمان العيب لان عنهم فرق تختلف تربيتي ولك يا روحي قلت لك وادمك مو خوش للما يسوى قيمه وهيبه خليتي اكثر من حجمه بنادم تتندم من تطي اكثر من حجمه بنادم تتندم من تطي زين في مصالح وين ما كان طلع شاعر مو بس كوميديا الله وفقنا على كل شيء الله يوفقك يا رب اي والله في دور زين حسون لو رجع بيك الوقت 5 سنين شو تغير من حياتك؟ 5 سنين وهذا السؤال جاني من بنيه مو ولد قالت لي هذا السؤال لو رجع بيك 5 سنين ايش تختار؟ او شو تغير العفو من حياتك؟ 5 سنين 6 سنين 4 سنين اريد اغير الحفاظه مالت اللي شريت كل شيء اريد اغيره شو اغير؟ ما تغير شيء؟ ما ندمان على شيء هسه صار وياك تتمنى تعدله من قبل؟ ندمان على صحبان مشيت وياهم يعني انت الاصدقاء مبينين كلش مأذين كلش زارفين زرف تعبين حيل بس لو خليت قلبه تحسون اي والله بس الدنيا وين ما كان اكو مصالح زين يقولون انت خوش قلت شيء طبعا يسربوا لي الاسئله بالكنترول ماكو كلها 5000 ما تحمل له 5000 لا انا اذا لعبه العصر ايه العصر هو يصير عشاء ايه اذا تعشيت ما يقولون علي بس اذا اروح جوان للملعب اكل 7 8 9 يدزوا لي البيت طبعا صدق؟ يعني قولتي قولتي اي قولتي علي الاهتمام بعد احنا الناشد نور صبري يشوف قلت له طبعا تحياتنا له راسلته وراسلنا الرجال حسون مرتبط متزوج معجباتك خلنا اقوم لا 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 ليش؟ اقوم ليش هذا السؤال عندكم صعب انتم الشباب؟ مو انا متزوج وضايقه خلنا اقوم اه متزوج حبيبتي متزوج ترى حسون بزوم وحده كتلت نفسها عليك ترى انا مو بس كتلت نفسها قالت حسون سيدي متزوج لو لا مرتبط لو لا شنو تريد ما ادري خلنا اقوم لا لا يعني خساره معجبه راحت لا راحت انا هواي ما ينحكي وفائك لزوجتك هواي اموت عليها والله شموسه هاي الله يحفظها ويحفظ شموسه يا ربي يا بعد قلبه فدور القناعه بهالوقت هذا قليل الانسان مرات يرتبط يتزوج بس ما يقتنع بعائلته ويروح يجرب أبد أبد يروح يغير ينعجب ويروح حتى يتقدم على غير زوجته صحيح فانا تحياتنا للمتابعات البنات الله شاهد انا لو ما متزوج صار راسه للتشين وحاكيت تشين بس انا متزوج زين وعد محبه لم شميس حلو تحياتنا لاختنا ام شموسه تحياتنا الله يحفظها لك ان شاء الله شموسه ايش قد عمرها؟ عمرها سنه تقريبا الله يحفظها بس شموسه عندك؟ بس شموسه راح اكو شيء ان شاء الله ان شاء الله بلكة تيجي ان شاء الله يا ربي حسون تقدر تمثل لنا مقطع من مقاطعك على التيك توك احبها اني هسه يعني نكته تردون؟ اي شيء اي شيء اي اوكي تمام الفيديو اي مقطع الاخير اللي سويته على المنتخب لا هسه حضر شيء جديد لا اريد اثنين واحد على المنتخب اللي سواه واحد مال ايران واحد دز شوي على السفر البيت لا ما اريد دليفري احنا طلباتنا هو احنا نستغل الضيف اي نستغله حبيبي هاي مره رحنا جنازه بصاحبنا زين ندفنه زين المهم دفناه وقفنا على قبره اجا ذول يقرون على القبور والشيخ وكذا المهم قرأ جاي منهم قراها ترى صوره البقره زين كم صوره البقره ظل يباوع عليه صفح شاف انا ابكي وهاي قال هذا مبين اخو الميت عين علي راد فلوس المهم شلت له 5 وطيته ما رضى قال شنو 5 قلت له شاف بعد اخوك بعت لي البقره عدله قلت له تروح منه غير ميت الميت ثاني زين اريد المشهد مال ايران اللي سويته على اللعبه الاخيره مو ارتجال راح ويسوقه وراح ويسوقه بعد ما اخطا يعني المجال طبعا انا معلومه ترى لا اقرا ولا اكتب زين اي والله يعني انت ترتجلها بساعتها اي حسون دزيت له قلت له اكتب له يابا ما اعرف اقرا دزيلي بصمه يقول لي اي ما اقرا صفوف زين بطل المعلم الطامر تكمل ها ما ناوي تكمل لان هسه اذا صرت شخصيه هسه مثل ما انت صاير شخصيه عامه في دول القلب فتحتاج انه تقرا تكتب ما راح اي ضروري ضروري ما راح تحاول تكمل دراسه يراسلوني يعني يراسلوني كتابه اقول له دز لي بصمه حبيبي انا ما اقرا ما يصدق الا افتح ياك زين ما راح ناوي انه تكمل الدراسه؟ انا خليني اسولف كم سالفتي زين انا جاني واحد من اصدقائي قال ما تدخل وياي امي زين قلت له شلون؟ قال ببيت يم صاحبنا تقرا وتكتب جيب لك دفتر وقلم زين قلت له صار سوالي وهسه رحت وياه
اول يوم لقينا شيابه وشبابه واطفال صغار زين معلق الصبوره ويعطيهم الدرس. نعم انا جيت وقت متاخر، اجيت اول يوم وطال الحروف، رحت للبيت قال اكتب عليهم تهجان، قلت له صار، رحت اكتب على الحروف. ثاني يوم هم رحت لقيت عدد قليل، لقيت بيهم سبعه كانوا 20 هم مثلا 25، لقيت عدد قليل، قلت شنو السالفه؟ استغربت شو رداوا؟ والله هم طان غير حروف، كتبت عليهم وصلت البيت اتهجان. ثالث يوم جد دقيت الباب، تقول الباب ما حد يطلع. كل يوم يتناقصون. اي طلع على طفل وهذا ابو البيت. قلت له عمو وين الجماعه؟ شو ولا واحد. قال عمو احنا عزلنا. قلت له شنو اسواق؟ صدقتني بيومك ذبيت الدفتر والقلم. حسون سيف عندك بعد سؤال؟ حسون لا انا ما عندي سؤال بالنسبه لي. انا عندي بعد. يلا. ناوي تطلع على التلفزيون؟ يعني مثلا بعمل دراما، عمل كوميدي؟ اي افكر بهذا الشيء. زين. بس ماكو عالم تحتضن هذا الشيء يعني. توصل اللي يريده هو. زين حسون انا قلت اخر سؤال بس اني فضول، مثل لنا مشهد بقناه دبليو تي في بحلقه ليالينا، اريد مشهد من عندك تمثله قدامنا. حصري لنا. حصري. خذ راحتك الاستوديو ملعب ملعبك. الملعب ملعبي. ايه طبعا ناخذ دور السكران. يلا. ايه عيدك مبارك. صحة وسلامة. شكرا لك. طبعا عمر الجسر. اي العفو. عمر الجسر؟ عمر النسر وان شاء الله تحقيق الاماني. شكرا لك. زين وان شاء الله عروس. عروس؟ عروس. ايه لو عريسة. عروسة. كيفك فريسة؟ كيفك؟ بخدمتكم اني. تستاهلين كل الخير. دوي قلبك. الله يعزك. شكرا. كان ايش لعافية هاي بالداخل. اقعد هسه اقعد؟ سريع. شكرا. هسه احنا بعد احنا ما نقدر نسالك على شيء للبنات، بس لا البنات ما عندي شو زين. البنيه تشوفها ناجحه بالسوشيال ميديا. ايه تشوفها ناجحه اسم بالسوشيال ميديا، تشوفها ناجحه بنيه. انت اكيد تتابع. اي شيء اكيد تتابع. اكسي بلور موجود. كل شيء موجود. زين بنيه تشوفها ناجحه هسه بالسوشيال ميديا بهذا الوقت بالنت بالتيك توك. يعني كشخصيا من عجب بيها لو شنو؟ لا مو اللي من عجب بيها، انت تخاف يركز على السؤال خاف يطلع اعجاب. لا مو لا لا بالعكس انا مرت سباعيه ومو كلش تغار. مو كلش؟ مو كلش، ذاك اليوم كلت علي توزيع. يعني سوالها هذا السؤال عادي حتبات بالبيت بصراحه. يا رعبه. حتبات بالبيت، شو احسك بتردد نص صوتك مو نفس النشميه بالبدايه. الله يحفظها. لا شخصيه تشوفها بنيه ناجحه. بالسوشيال ميديا طلع من البنات اللي هسه طلعوا ما معيلة على وحده يعني. يعني مو الا عاجبتك بس تشوف ناجحه، تشوفها ناجحه بالسوشيال ميديا. ما ترضى تجاوب جواب ما ترضى ما ترضى. لا مو خوفا والله، بس قلت لك يعني ما حاط عين على وحده لو زين. ولد شاب تشوفه ناجح بالسوشيال ميديا حاليا؟ طبعا تحياتي له ويستاهل. اخوي وصاحبي عكلو. تحياتنا له. زين حسون هم عندك علاقات عابرة؟ لا مو علاقات عابرة نقول. هم لاقفتك؟ لاقفتك زوجتك؟ هم لاقفتك زوجتك؟ يعني تدرين شنو؟ اجاوب مرخصتي له، احس انه لاقفته لكفة قوية فمتوبته بعد. لا لا ملقوف بس ما يحكي، لاقفتك كم مرة؟ قول لي كم مرة؟ هي هواي. هواي. بس انا خاطر عيونه هسه حاليا ما تراسل ويا اي اكثر لقفة انت يعني فقدت اعصابك. يعني موقف صار بيك؟ لا هو لاقفته بموقف كلش صعب. شافتني شافتني فاتح كاميرا وي وحده. حلو يعني حلو. بس خلينا نكمل. جبرتنا هاي البنيه. نعم. افتح وياها كاميرا. يعني وصلت تبكي. زين شنو متابعه الك؟ لو هيك يعني صديقه. متابعه الك لو صديقه. لا اعجاب اعجاب يعني. ها اعجاب. اي. فوصلت مرحله تبكي قلت خطيه خلنا. هل حتى بصمات انا وياها. وهسه. تسمعين خلينا نكمل. يلا فتحت كاميرا بس عاين بيها احكي وياها دخلت ام شمس زوجتي بعد المقلب الوجه صوفر. سويت انا قلت لها جبار شلونك؟ الله يعزك يلا جايك. انا طفيت وجهي. ام شمس انصحك نصيحه، فتشي تليفون الانستا الاستوديو الصور المحذوفه. لا سبايا المحذوفه زين الانستا الخاص العام الفيسبوك كلهم فتشين ما ينفع فيهم. لا مراتي اخطي يعني تدري. تحياتنا لام شمس. تحياتنا لها والله يحفظها لك. الله يعزك. نسبه جمالك من ايش قد؟ والله تشوفون قدام كمان تتجنن
فد واروح لك والله. الله يعزك. ايش قد نسبة جمالك؟ تشوف نفسك 100 على 100. الثقة حلوة. حلوة الثقة. وصدق تجنن. نعم. آية تسألي أسئلة عندك بعد؟ حلو. المخرج عنده طلب، خلينا نسمع. صدق. إيه صوتك حلو، أنا نسيت. ذكرني بيها المخرج. يلا صوتك حلو. يلا غني. المسرح لك. يلا. حصرية من برنامجنا. ليالينا. من ليالينا. يلا. حصرية لنا. إهداء لنا. إهدينا أغنية بحلقتنا. يلا. جميل. خلنا نجيبها، خلنا نجهزها. الله، اعطيني اعطيني صوت. اعطيني صوت، خلي اعطيني صوت. مشتاق لك يا الما تريد بعد هي قضاء وقدر. مشتاق لك يا الما ترد مو تدركات ان البعيد. اها خيبانة تعبانة الشقة وغير على الحاضر ليقى. غيري على الحاضر ليقى يا العفت روح معلقة تشاهلبت الحضن تريد. مشتاق ليك يا الما تسيري. اها خيب جاياك جاياك على نار القلب خدريت. انا جايا على نار القلب خدر جاياك وصديقك لو يحبك صدق. انا جاياك وعلي جاياك جاياك دفع جاي الجماعة وعاف جاياك قمت انا وصحت جاياك علي. اي والله سلامتك. فدوى صوتك يجنن. الله يعزك. بالشعر تجنن. الله يخليك. كوميديا تجنن. فدوى اروح لك. الله يوفقك. ملك التحشيش طبعا هو جنن. ملك التحشيش زين. حسون هواي تطلع ويا مجموعات شباب ومجموعات يعني مشهوره، موقف صار بيك يعني موقف محرج جريء، موقف صار بيك يعني ضحكك؟ ضحكني؟ موقف محرج. محرج ولا حفلة عريس؟ بحفلة غنيت بيها وصار بيك موقف محرج؟ طلعت بحنة. ايه. كل ما اقرأ الجهاز يحترق. ليش؟ ثلاث مرات احترق. لا اخذ تجوري لا هاي وليومك. يعني ماكو طلعت تجوري ما ادري العريس فقور المرة فقور. يعني ما غنيت؟ ما غنيت. واحترق واحترق. ليش هيك؟ ما ادري حظه هذا مقير ما ادري وين نايم. حسون تعتبر التبذير الزايد بالاخلاق والطيبه خساره بالنهايه؟ شيء اكيد. تخسر؟ اي. خسروك هواي انت بعد كل اخو ولا الشعر الاصدقاء؟ طبعا انت تحكي ارد احب اوجه رساله لصديقي. تفضل. وللشباب هي عامه. زين. اقول لا تدلل بتحبه. يقوم يتعقل عليك. اهم له مره وشوف ينقل قدامه ويجيك. هلو. طيب لا تصير النوب ما حد يعتنيك. هي هاي وادمنا منذلها تبوس ايديك. احذر منها احذر خاف تطيح. كل شيء يصير بعد هي قضاء وقدر. حسون انا هم اريد شعر قبل اقاطعك سيف. لا على راحتك. اريد شعر. شعر؟ اريد ابو ذيه شعر. خادم. يلا.
اقول راحت لحبها شلون من نيد راحت وبوجودك ما اقول انذيك راحت راحت لحبها شلون من نيد راحت وبوجودك ما اقول انذيك راحت راحت خضاها صويح بوها الخان بي راحت راحت وانه برجعت بوقت اظن رجعت لك اي رجعت لان يا زاجل يلا لعبك ويانا لعبه قبل ما نختم شنو من لعبه غير قولوا لي لعبه نسبه الحب نسبه الحب يلا حب نسبه الحب بينك وبين شخص نشوف نسبة الحب ايش قد ويوم شموسة يلا طبعا هو متزوج ويوم شموسة يلا شموسة افتح ساحة ابو شمس وام شمس يلا شوف بالبداية شوف ابو شمس ايش قد يحب شمس عفوا ام شمس ام شمس يلا نشوف محبتهم ايش قد خلينا نشوف يلا هنشوف ابو شمس ايش قد يحبها ايش قد تتوقع؟ ها؟ ايش قد تتوقع انت تحبها؟ اكثر رقم اكثر رقم يعني انت اريد رقم من عندك احنا من 100 من 100 ايش قد؟ مليون بالمية اريد من 100 من 100 90% واذا طلع غير شيء شنو الخساره؟ ما ادري بعد هي بعد يمهم شمسيه تعاقب توثيه مطرسه بسامير وهاي انا قبل ما اقول النسبه ايش قد طلعت اوصي ام شمس انه ورا ما راح تعرف النسبه هي راح تصرف وياك بالبيت ها هسه يعني النسبه شنو؟ انت تحبها 20% لا ايه زين ليش يحبها 20؟ صدق صدق؟ اي عيني المعجبات 80 ورا المعجبات المعجبات بعد سلمتك بيد ام شمس يلا شوف ام شمس ايش قد تحب ابو شمس يلا نشوف النسبة ايش قد بين ام شمس لابو شمس ايش قد مخرجنا يلا 88 حلو حلو ام شمس اليوم تحدثنونها عليك وفية عمي وفية مو مثل غير ناس يعني شنو رايك الجهاز يكذب جهازنا اصلي اصلي كوري كوري والله جهازكم عمي هسه انتم سويتوا لي سالفه هسه المره بس كون القاها انا بالبيت شمسيه هسه تشوف بس كون القاها بس كون القاها خرب بيت عليك هذا الجهاز عطلان ترى ويكذب وايد يكذب ما عنده لسان ام شمس انت بعد راح يجي هو للبيت هسه تشوفنا مو صحيح؟ اسمع مناشدتنا انا وايه وريد بعدين على كيفك ويا ما يخالف لا خطير اقاوم كمان لا حقك عليك اللعبه اللعبه ركيضان هاي يلا اللعبه ركيضان يلا فهمه ركب راح تركض لا لا تخاف باش وانا عين عشان تشتغل اغنيه سريعه تقول لنا شنو يا اغنيه شنو اسمها وشنو اسم المطرب اللي مغنيها يلا يلا باو على الشاشه يلا كل شيء ما بين تقول قالب ثلج انا عرفتها شنو؟ انا هم عرفت هذا المطرب مصري يعني خلينا نساعده فنان مصري مشهور جدا نجم حاليا جدا واصل انا مصريين ما اشوفهم زين اقول لك ايش تتابع انت؟ اتابع التيك توك مرات اكثر شيء كل واتساب التيك توك زين اي والله اموت على التيك توك انا حلعبك اعطيك جمله عيدها وراي 5 مرات او هاي ادوخ بيها لا ماكو ما ادوخ لا تخجلني اه يلا يلا قول شرشفنا مع شريف وشرشف شريف زي شرشفنا شرشفنا مع شريف شرشفنا مع شريف وشرشف شريف زي شرشفنا شرشفنا مع شريف وشريف وشريف هو يا ما قرا شرشف شريف زي شرشفنا شرشفنا مع شريف وشرشف شريف زي شرشفنا عم ليش ما طش شرشف مالنا وترحين ما اقدر عم هو صار زين اعطيك غيرها فراش فراس فراش فراس مفروش فراش فراس مفروش فراس 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 هذه بيع تليفونات يمنى مو زين بال كلش مو زين تيه طبعا حسون يوم نورتنا بعد وابدعت وصوتك اللي خبل وشعرك الجميل شكرا لوجودك بقناه دبليو تي في وخاصه بحلقه ليالينا شكرا لك لوجودك يوم نورتنا وشكرا لتلبيتك الدعوه الحضور ببرنامج ليالينا ومليتنا فرح وسعاده الله يوفقك يا رب ونشوفك بعد المراتب شكرا حسون